المحل الأول لأسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية بشكل عام. أهلا وسهلا بك سيد سركيس، وسأبدأ مباشرة اليوم. إلى أي حد هناك تأثير للأزمات أو لأزمة أوكرانيا وروسيا على أسعار العملات بشكل عام؟ صباح الخير. بالفعل هنالك تأثيرات كبيرة للتوترات الجيوسياسية والتابعة للتوترات ما بين روسيا وأوكرانيا تظهر بشكل جلي في الأسواق المالية، وتحديدا على الدولار الأمريكي وكذلك على الين الياباني، مما يحرك أسواق العملات الأجنبية بشكل عام. الدولار الأمريكي والين الياباني يعتبران من العملات التي تستفيد من الأزمات إن كانت اقتصادية أو أيضا إن كانت سياسية. فأسواق الأسهم عندما تشهد موجات جني أرباح يتوجه المتداولون لطلب الدولار الأمريكي لتصفية تلك المراكز المالية، مما يمنح الدولار الأمريكي قوة مقابل سلة العملات. كذلك الأمر بالنسبة للين الياباني، فالين الياباني معروف بأنه عملة تزويد في المتاجرة في العائد، أي أن المتداولين يقومون باقتراض الين الياباني وإعادة بيعه في سبيل شراء استثمارات في أسواق الأسهم. لكن عندما تنخفض مؤشرات الأسهم نلاحظ بأن المتداولون يقومون ببيع الأصول من الأسهم ويتوجهون لإعادة شراء الين الياباني، مما يكسبه قوة. هذا يظهر أيضا من مقارنة السعر الحالي للدولار مقابل الين الياباني لهذا اليوم فيما كان عليه الأسبوع الماضي، حيث كنا 116 ين ياباني لكل دولار أمريكي واحد، واليوم يتم التداول عند 115 ين لكل دولار أمريكي واحد. وهذا يدل بأن قوة الين الياباني كبيرة حتى أمام الدولار الأمريكي الذي يرتفع أيضا هذا اليوم مقابل سلة من العملات. في المقابل عملات مثل الدولار الأسترالي، الدولار النيوزيلندي، والتي ترتبط بالنمو الاقتصادي العالمي وكذلك في حالة التفاؤل أو التشاؤم في الأسواق المالية، ينخفضان بشكل ملموس أمام كل من الدولار الأمريكي والين الياباني. وهذا الأمر ينطبق بشكل أقل قليلا على اليورو وكذلك الجنيه الاسترليني. فكما نلاحظ هنالك تأثيرات ملموسة وواضحة قد تستمر طيلة هذا الأسبوع مع أي مستجدات بخصوص التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا. نعم سيد سركيس، أيضا إذا ما تحدثنا عن الأسواق أو البنوك المركزية في العالم والأخبار التي طرأت منها، إلى أي حد أثرت على أسواق الأسهم وأيضا على تسييل النقود والاقتراض بشكل عام؟ البيانات الاقتصادية التي صدرت الأسبوع الماضي وتحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية أفادت بارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ نحو 40 عاما، وهذا ما أعطى بعض الجهات مثل جولدمان ساكس أو مصرف جولدمان ساكس أن يتوقع رفع متتالي بالفائدة في البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي قد يصل إلى 7 مرات هذه السنة. هذه التوقعات أعطت الدولار الأمريكي ميزة تنافسية أمام عدة عملات أخرى أهمها اليورو، حيث أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي أشارت في آخر تصريحاتها بأنه لا حاجة ولا مبرر للاستعجال برفع الفائدة حاليا، لكن مع عدم استبعاد رفع الفائدة بحسب المحللين أواخر هذه السنة، مما أبقى على الميزة للدولار أمام اليورو. أما بالنسبة لتوقعات بنك إنجلترا المركزي فهي برفع الفائدة 3 مرات. من هنا نلاحظ بأن الدولار أيضا قد يبقى قوي أمام الجنيه الاسترليني، لكن في المقابل الجنيه الاسترليني قد يبقى قوي أمام كل من اليورو والين الياباني. فالمفاضلة الآن هي من سيكون الأسرع برفع الفائدة هذه السنة، وعلى ما يبدو بأن الفدرالي الأمريكي قد يكون الأسرع لمواجهة مخاطر كبيرة لارتفاع التضخم إلى 7.5% في حسب مؤشر أسعار المستهلكين في آخر قراءة صدرت الأسبوع الماضي. نعم سيد سركيس، أيضا أين يتجه اليورو في ظل هذه الأزمة؟ وهل أزمة روسيا وأوكرانيا والتوترات التي تحدث هناك إضافة يعني هل عمقت فعليا أزمة البنوك المركزية ورفع الفائدة مقابل اليورو؟ لا شك بأن هذه الأزمة قد تقلل من أي فرص لتسارع تشديد السياسة النقدية تحديدا في البنك المركزي الأوروبي. فنحن نعلم بأن هنالك ترابط كبير في التجارة والصادرات في الغاز والنفط ما بين
روسيا أوكرانيا مع منطقة اليورو على وجه الخصوص. لذلك أي توترات سياسية قد تطرأ أو تزايدها في هذه التوترات الجيوسياسية قد يكون لها تأثير أيضا على قرارات البنك المركزي الأوروبي. لكن هنالك نقطة جوهرية، بأن أي تزايد في التوترات الجيوسياسية قد يتسبب بارتفاع آخر في أسعار النفط وكذلك الغاز. ارتفاع أسعار النفط والغاز قد يرفع أيضا معدلات التضخم في أوروبا. معدلات التضخم في أوروبا حاليا 5.1%، وهي أعلى مستويات تم تحقيقها منذ بداية منطقة اليورو. بالتالي مزيد من الارتفاع في التضخم قد يهدد اقتصاد منطقة اليورو في وقت ما زال فيه البنك المركزي الأوروبي بحاجة للإبقاء على سياساته التحفيزية لأطول فترة ممكنة قبل أن يبدأ برفع الفائدة كما هو مجدول بحسب التوقعات أواخر هذه السنة. فهذه التوترات قد يكون أو سيكون لها تأثير مباشر. طبعا في حال تزايدت هذه التوترات أو تناقصت هذه التوترات قد تنعكس على أسواق الأسهم ليس فقط في أوروبا بل في العالم أجمع، إلى جانب العملات وكذلك قرارات البنوك المركزية. نعم، محلل أول في أسواق مالية من إكويتي جروب سركيس نزار، كنت معنا للحديث عن تطور العملات الأجنبية من عمان، شكرا جزيلا لك.